بصدد افتتاح ديال شركه كيربي ماروك اللي هي عندها واحد المنتوج امريكي واللي الصدد ديالها كاين في عبر العالم. اليوم كتجي للدار البيضاء باش تفتح المقر ديالها. كيربي ماروك هو واحد المنتوج اللي عنده بزاف المزايا واللي المختص في النظافه، وحنا بحكمنا عزيز علينا النظافه. اليوم هذا المنتوج اكيد غادي يدير واحد الضجه في المنازل وعند الناس في الشركات في الجوامع في بزاف المحلات في الاوتيلات الفنادق، لان بحكم ان الفنادق مثلا كيستعملوا بزاف الزرابي وبزاف هذا الكراسه، وهذا هو منتوج اللي كنقدروا نستعملوه في الارض في الزليج في الزربيه فوق الفوتويات الريدويات لكل شيء. هو منتوج اللي غادي يكون يعني اللي غادي كل شيء النساء غادي يعجبهم والناس كلهم بصفه عامه غادي يعجبهم هذا المنتوج. وان شاء الله هذه غير البدايه وغادي نعملوا بزاف لي ديمونستراسيون، يعني غادي نمشيو عند الناس باش نشرحوا لهم هذا المنتوج واكيد غادي يعجب الناس وان شاء الله غادي تعرفوا عليه مع كيربي ماروك. ما هذا المنتوج ما كيتباعش في الاماكن العامه، هو كيتباع من عند الموزع نيشان عند الزبون، يعني اللي كيبغي المنتوج كنعملوا عنده تنوريو له كيفاش الاستعمالات ديالو، ومن بعد ما كيكون يعني اقتنع بهذا المنتوج هو كيشري عندنا. ما يمكنش نعملوا يعني في الاماكن العامه، لا ما يكونش في هذوك الاماكن كيف قلت الاماكن العامه، ولكن غادي يكون عندنا المقر وفي نفس الوقت غادي يكون عند الناس غادي يكون عندهم يعني التليفون الانترنت باش يتصلوا بنا عبر الايميل، ومن بعد نمشيو كنعملوا لي ديمونستراسيون، يعني الناس كنمشيو ندقوا عليهم سواء في الفندق ولا في الدار او الفيلا او العماره، او تندقوا على الناس وكنشرحوا لهم المنتوج. عندنا الدراري ديالنا يعني هما التجاريين هما اللي كيمشيو عند الناس، غادي يمشيو باش يشرحوا لو برودوي وكيعملوا دي ديمونستراسيون. دونك الناس ملي كيشوفوا دوك لي ديمونستراسيون، لان عندك بزاف المزايا ماشي غير الزربيه ماشي غير الارض، راه حتى الحيط حتى التريه حتى الريدو كل شيء. ماشين وحده كدير يعني من النظافه حتى لو ماساج، يعني عندها بزاف المزايا والناس ملي غادي يشوفوها اكيد غادي تعجبهم. وفي نفس الوقت يعني غادي نحاولوا نديروا لهم يعني تسهيلات باش المشره، وان شاء الله يكون خير هذا الشيء اللي كاين. الثمن ديالها ما يمكنناش نعلنوا عليه حتى تشوفوا كيفاش اشنو من المزايا ديال هذا المنتوج باش تعرفوا ان القيمه ديالو تتساوي هذا الثمن.